كابتن محمود الخطيب في البدايه خالص هرجع اقول تاني، هو اختار عائله الاهلي، هو ده اللي احنا بنشوفه النهارده. دي عيله بتتجمع كل سنه عشان لو في حاجه بتوصل صوتها طبقا للوائح والقوانين، في لائحه نظام الاساسي للنادي الاهلي او دستور النادي الاهلي. الدستور ده النهارده كان بيقول الجمعيه العموميه على يومين، اليوم الاول 50% زائد واحد، اليوم الثاني 5000 او 10% ايهما اقرب. طبعا زي ما احنا شفنا على مدار اليومين، يمكن اول يوم النهارده حضر 5191 كان يوم الجمعه، يوم السبت النهارده حضر 5194، وده كان استكمال النصاب القانوني للحضور، وده وعي اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم جايين بيشاركوا وبيرحبوا، وكل واحد بيقابلك بيقول لك انا جيت وادليت وعملت اللي عليا عشان خاطر ده. بنقول احنا بندعم مجلس اداره النادي الاهلي، بندعم كابتن محمود الخطيب في قراراته، بندعم المسيره اللي هم شايفينها الحمد لله. يمكن السنه اللي فاتت يعني كان فيه كانش فيه امور كتير لسه ما كانتش ظهرت، خصوصا بالنسبه لقطاع الانشاءات او الطفره الانشائيه اللي الكابتن محمود الخطيب متبنيها من اول ما تولى، ازاي بتغير البنيه التحتيه وازاي بتعمل مجموعه من الانشاءات فعلا النادي الاهلي يستحقها. النادي الاهلي عنده تاريخ، عنده مبادئ، عنده تطوير، ودي حاجات اللي احنا شغالين عليها من خلال الثلاث كلمات دول، تاريخ، مبادئ، تطوير، وده اللي احنا شغالين عليه. بتحافظ على مبادئك، بتحافظ على تاريخك، بتحافظ على اللي هيساعدك بعد كده في التطوير. طب انت بتحافظ على مبادئك دي ازاي وبتحافظ عليها ازاي في مجموعه قرارات يمكن محدش اخد باله، ومش هقول هي بتعدي على الناس، لكن الناس لازم تبقى عارفاها ومستوعباها. انت النهارده اخدت قرارات قويه جدا 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 لصالح النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي فقط لا غير، اسم النادي الاهلي ولصالح النادي الاهلي مع اتحاد الكوره. الاتحاد الكوره بعد كده طلع بيان قال لك النادي الاهلي كان عنده حق، واحنا كسبنا بعد كده القضايا اللي احنا كنا عاملينها في التحكيم مركز التسويه والتحكيم اللي هي 150 الف جنيه مقابل احنا خسرين 100 مليون، ولكن مش انت كسبت واستأنفت وطلع النادي الاهلي على حق عشان خاطر الكوره المصريه. انت ما بتدورش مصلحه نادي، لكن هو بتحافظ على اسم النادي. النهارده المشكله بتاعت الولاد بتوع كره الميه، انت خدت قرار تربوي قبل اي حد. النهارده المشكله بتاعت التنس الطاوله، انت خدت قرار تربوي في بطوله قويه جدا، البطوله العربيه اللي كانت في المغرب، واخدت قرار رئيس النادي اخد قرار قال لك البطوله ولا النادي الاهلي. لا احنا اختار النادي الاهلي، وما بلغ وبلغ الاداره التنفيذيه عشان تبلغ اعضاء مجلس الاداره قال لهم انا اخترت النادي الاهلي، مش مهم البطوله ولكن اهم حاجه الاخلاق، وتم عوده اللاعبين وعدم مشاركتهم في البطوله وتوقفوا النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي. فانت بتحافظ على النادي الاهلي. النهارده اما بيحصل عندك مشكله دايما بتحط البطوله ولا المبادئ والاخلاق. لو انت سالت ناس كتير في الشارع المصري هيقول لك احنا مش مهم البطوله، احنا اهم حاجه عندنا النادي الاهلي، احنا عندنا بطولات كتير. هو ده النادي الاهلي من منطلق، لازم منطلق اتحرك بقى زي ما انت عايز، اشتغل وابذل جهد واعمل اللي انت يعني اللي عليك، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ان شاء الله وتوصل النتيجه اللي انت عايزها ان شاء الله. لازم اوجه كل الشكر لكل العاملين في الاداره التنفيذيه اللي احنا يعني بنشرف في اللي احنا في الفتره دي موجودين، وده يمكن كرم من ربنا سبحانه وتعالى. انا موجود على راس هذه المنظومه، لكن لازم اقول اللي فيه نجاح النهارده في التنظيم، فيه قبول من اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي زي ما انت بتقول، فيه وعي اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي، واحنا النهارده كنا عندنا استعداد وعندنا ازاي بنفكر وبندور ازاي العضو هيشارك وفي الجمعيه العموميه بتاعته السنويه يبقى عنده اسلوب متوفر، في اسلوب راحه، في اسلوب في الدخول والخروج، في ناس بتتنقل. انت النادي الاهلي النهارده في فروع، فرع الشيخ زايد، فرع مدينه نصر، ازاي هتنقل العضو من الشيخ زايد لمدينه المقر الرئيسي في الجزيره، وازاي هترجعه تاني وتبقى مسؤول عنه، نفس القصه مدينه نصر وهكذا. الموضوع النهارده الحمد لله رب العالمين، لازم اوجه كل الشكر من اصغر عامل في النادي الاهلي ل يعني كل فريق العمل اللي اشتغل، انهم بذلوا جهد جامد جدا. احنا بقى لنا فتره الحمد لله بنجهز لهذه الجمعيه العموميه عشان تظهر بالشكل ده، ويمكن في ردود افعال من الناس اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيحبوا النادي الاهلي واللي بيخافوا على النادي الاهلي. يكفي كلمه شكر تقول التنظيم اكثر من رائع. انا بشكر كل العاملين، كل فريق العمل، لان هو فريق الحمد لله رب العالمين، كل فريق العمل اللي اشتغل. وعايز اوجه شكر برضو طبعا لاخويا الصغير عشان ما انساهوش، المهندس احمد اسماعيل بفريق العمل بتاعه، مدير الصيانه، لان ده طبعا فريق بيبذل مجهود غير عادي وفي صمت ومحدش حاسس بيه. كل اللي احنا شفناه النهارده وكل اللي بنشوفه على مستوى الثلاث فروع انا بشكرهم كلهم من اصغر عامل لكل مدير موجود مسؤول، اللي انت بتحقق فعلا مبدا عائله النادي الاهلي، وهو ده
اللي احنا عايزين الكابتن محمود الخطيب عايزه النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا توارثناه من المجالس السابقه، وربنا سهل ان شاء الله. وبشكر طبعا اعضاء الجمعيه العموميه كلهم اللي شاركوا معانا، وبقول للناس اللي ليها اعضاء الجمعيه العموميه اللي ليهم راي اخر او شايفين وجهه نظر مختلفه، ارجوكم النهارده انتوا شرفتونا اللي انتوا كنتوا موجودين. اتمنى ان اي حد عنده راي او اي حد عنده حاجه عايز يوصلها، يا اما مدير الفرع لو انت مش عايز تتعب او تيجي، يا اما حضرتك هتيجي عند مدير النادي المكتب مفتوح، يا اما لو عايز تقابل مجلس الاداره في اي وقت برضو. بس اهم حاجه في الاخر يبقى الاسلوب اللي بيليق بالنادي الاهلي، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله.